باش نختموا بقى ان ديرني بانيل اللي يعنى بتقييم السياسات العامه. دونك ليفالواسيون دي بوليتيك بوبليك لامبورطونس de l'évaluation des politiques publiques ou le rôle que joue la société civile dans dans cette opération. باش نبداو بعرض من طرف السيد انيس اللي هو عضو في الشبكه التونسيه للتقييم. دونك الريزو التونسيان دو ليفالواسيون وبعده مباشره نمر الى مداخله من طرف السيد خليل العميري اللي هو السكرتير الكاتب العام ونائب رئيس المعهد العربي للحوكمه ومش يحدثنا على اهميه تقييم السياسات العامه مش بشكل عام ولكن اخص منه على المستوى المحلي اونيفو لوكال. تفضل سيدي. شكرا حاتم. خاين برشا فما خاين تحدثوا على تقييم السياسات العموميه، فلذلك انا تقريبا مش نتخلى على المداخله كما حضرتها مش منتيحوش في التكرار. فقط نحب معناها نشارككم في بعض الافكار اللي هي تنجم تقولوا تلخص نشاه الشبكه التونسيه للتقييم وتفسر بطريقه غير مباشره يعني أهمية تقييم بصفة عامة خاصة تقييم السياسات العمومية في المرحلة ما بعد جان في 2011 بالنسبة لبلادنا. شنو التقييم؟ الكوميونيتي انترناسيونال نتاع ليفالواسيون عادة يقول لك معناها سي ان بو ديفيسيل دو ديفينيغ ليفالواسيون مي بلوتو معناها نجم نطرح السؤال شنو ماهوش التقييم معناها؟ التقييم ماهوش لوديت، التقييم ماهوش الكونترول، التقييم بلوتو سي ان اوتي دو لاميليوراسيون دو لا بيرفورمانس دو لاكسيون بوبليك. هذا الهدف نتاعو، ما عندوش طابع معناها رقابي ولا لا، الهدف انه يكون ان اوتي ديد لا ديسيزيون معناها باش تحسن النجاعه نتاع العمل الحكومي والعمل التنموي بصفه عامه. باش تستغل الفرصه كذلك وجود نواب ولا نائبه على الاقل فما شكل. هذوما الحاجات اللي مالوريزمون اوني بيناليزي ديترا في الاخر ما نجموش نعملوا بليدوايي نتاعنا كوريكتومون. دونك التقييم شنو اهميته؟ التقييم مهم جدا كما قلنا باش تحسن في الاداء نتاع الحكومه. شكون يقوم به التقييم؟ يقوم به سيتان ترافاي اسي تكنيك يقوم به هيئات مختصه. كل دولة وعندها تجربة نتاعها، فما دول تلقى فما لجان برلمانية تقوم بالتقييم كما في فرنسا مثلا، فما دول كما في أفريقيا الغربية في البنين فما وزارة كاملة للتقييم السياسات العمومية، فما دول أخرى بحكم القانون تعطي الشأن ذا لدي بريستاتير معناها اكسترن مكاتب دراسات تقوم بالتقييم السياسات العمومية. بالقانون معناها لي كوليكتيفيتي لوكال كلهم اي واحد اي معناها اي اورغان ايلو ولا اون بيرسون ايلو يلزمها او كور دو موندا نتاعها ال في ركور اون ايفالواسيون اكستيرن. كما قلنا بكري دنيا تحطت على السوبجيكتيفيتي الانطباعيه لا بيرسيبسيون ان سارتان مومون ولينا معناها كي نحكيو على لي كونديدا بوليتيك معناها نحكيو عليه اسمر ازرق منعش منين جاي طويل قصير و alors on n'arrive pas à évaluer vraiment le programme électoral, on n'arrive pas à ساعات يجي وزير يعدي موندا نتاعو ويمشي على روحه فهمتوا حتى حد ما يقيمه معناها اون ديري بوات نوار ولا انت بو معناها العمل الحكومي. هذاك علاش التقييم مهم جدا باش العباد تستخلص العبر وكي تصير بلانيفيكاسيون تصير معناها تصير اون باز سونتيفيك ما تصيرش هكا ان كو تيت هكا. احنا وقت بدينا نخمو في تاسيس الشبكه التونسيه للتقييم في وسط سنه 2013 اكتشفنا معناها كنت اون بيل معناها ديكوفيرت اللي فما كوميونيتي انترناسيونال وريجيونال حتى في شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي تريز اكتيف معناها اون ماتير ديفالواسيون دي بوليتيك بوبليك على الاقل في الجانب المجتمع المدني وجانب البحث العلمي فما اشواط متقدمه حقوها دول عربيه في هذا المجال.
كذلك في دول اللي احنا نعتبروها مثلا متخلفة في افريقيا الغربية، دول متقدمة جدا في مجال تقييم السياسات العمومية اللي هما يحتمل سونتانسبيري من التجارب الفرنسية والأوروبية والفرنسية بالذات في هذا المجال. في فرنسا اليوم ولد فما تخمة متاع تقييم، معناها هذيك علاش احنا لازم نخمو في ان موديل تينيزو تينيزام، مش لازم هكا نستوردو موديل فرنساوي تلكيلي، نخمو شنو هو الموديل معناها لو بلوز ابروبري للتجربة التونسية باش نقيمو السياسات العمومية. ونتصور ما ثماش فرصة أهم من هذه اللي احنا تو في شونتي محلول متاع لا مركزية، أنه ناس تخم في التقييم كما عملوا الأخوة في المعهد العربي الحوكمة لما تعرضوا في مشروع بلديتي لتقييم الخدمات على المستوى البلدي، لأنه مهم جدا أن التقييم يبدأ من القاعدة إلى فوق. صعيب اليوم في البليدوي في عمل المناصرة متاعنا أنك تتجه الحكومة وتقول نحبك تدخل التقييم، لأنه رغم اللي قاله طوى أنيس بن إسماعيل فالهيئات الرقابية تقوم بالتقييم، لكن ديما نفس المشكل، لا يتم نشر تقارير التقييم، والتقييم يقوم به معناها لأنهم هم يرغبوا في القيام به وليس القانون اللي يلزمهم بالقيام بالتقييم، دون معناها الدخول في الآليات وهل التقييم يصير حسب معناها الستاندار انترناسيونو ولا كيفاش يصير التقييم. فلذلك معناها أول على عمل حسب رأيي مهم أنه ننجح في 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 عمل مناصرة من أجل تقييم سياسات عمومية يكون معناها عنده إطار قانوني واضح وكل شيء، نبداوه مع لي كوليكتيفيتي لوكال هذا في اطار العمل نتاع البناء اللامركزيه نتاعنا. في الشبكه التونسيه للتقييم عندنا ثلاثه محاور استراتيجيه كبرى نخدموا عليها. المحور الاول هو مؤسسه التقييم، معناها نحاول يكون فما نصوص قانونيه تنظم التقييم. المحور الثاني هو دعم ثقافه التقييم، وهذا بالشراكه مع المجتمع المدني ومع الادارات المركزيه والمحليه كذلك. والمحور الثالث هو لا جيستيون دو سافوار، هي علاش احنا معناها عاده في برشا ميادين معناها اون امبورت ان باكيج كامل بمشاكله، معناها كي نقلدوا دول متقدمه ونقلدوا نماذج ومن غير ما نشعروا معناها نستورد الحل بالمشاكل نتاعو بينما لو احنا نكون عندنا معناها يكون عندنا كوميونيتي دو ريشيرش اللي تخمم في التقييم، معاهد بحث اللي معناها تنكب على مسألة هذه تحاول تنتج مواد تونسية في مجال التقييم، نتصور نخلقوا ان موديل تونيزيان ديفالواسيون. بالنسبة للعكس الاول نتاعنا بالطبيعة الاستراتيجية هي اون فا ساتاكي للبليدوايي. الحاجة الباهية هي وقت تبدا عندك اون كوميونيتي انترناسيونال اكتيف، والكوميونيتي انترناسيونال اللي ليها بالايفالواسيون على الاقل هيستوريكمون خاصة في دول العالم الثالث، الجمعيات كما الجمعية نتاعنا اكثرتهم اسسوهم معناها عباد اللي هم تلقاهم يخدموا في وكالات الاممية، معناها يخدموا مع الامم المتحدة لانهم بحكم العمل نتاعهم سو سون لي بيرسون لي بلو سونسيبيليزي على نوسيون دو ليفالواسيون بصفة عامة وليفالواسيون دي بوليتيك بوبليك بصفة خاصة. فلذلك تلقاهم لي بارتنير على ليشيل انترناسيونال هم منظمات اممية منظمين في هيئة اسمها ايفال بارتنر اللي هي معناها لاي تي لونسي بار منظمة يونيسيف لكن معاها دوتر بارتنير معناها واحد اخرين، وتحط على ذمة الناس وخاصة الشبكات والجمعيات اللي تعنى بالتقييم كثير من المواد البيداغوجية معناها اونلاين اللي تنجم تعاونهم في العمل المناصرة ولا العمل نتاع التكوين نتاعهم. فلذلك احنا ان شاء الله في القريب في السنة هذه مش نحاول نتصل بعض النواب نسموهم احنا لي بارلمونتير شامبيون معناها اللي يقتنعوا بالفكره نتاعنا. قبل ما نحكي على التقييم في التقييم الحكومه المحليه باش نحكي شويه علاش التقييم فعلا يعني نظره نقديه، علاش ما قدمناش؟ لانه في الواقع ما تقدمش شيء بكل صراحه. ومن بعد مش حسب رايي انا هذا التحليل هذا ان شاء الله مش يقنعنا كونه ثم فرصه تاريخيه كونه نجموا نتقدموا في عديد جوانب الحوكمة ومنها التقييم على المستوى المحلي، لأنه عندها خصوصيات تو نحكي عليها اللي تسهل لنا المأمورية هذه، ولربما تكون هي مثال من بعد يطور لنا التقييم وصناعة السياسات على المستوى الوطني. فبصفة عامة قبل ما نبدأ حبيت جست نذكر كونه هي لربما شفتوها السيكل دي بوليتيك هذا البوليسي سايكل، ما ثماش سياسة أو حل أو مشروع هو نهائي
في مجال إدارة الشأن العام. نبدا بمشكل موجود ربما ما حلتوش حلول سابقة او مقاربات سابقة، ثم نحاول نحلوا، نقدموا مختلف الحلول بوليسي الترناتيفز. شنو هي الحلول الممكنة لحل المشكلة هذه؟ عندنا تلوث في خليج قابس، عندنا تلوث في بحيرة بن زرت، هذا مشكل كيفاش نحلوه؟ ثم بعد ما ندرسوا مختلف قبليا الحلول والسياسات اللي ممكن نتبعوها، ننفذوا سياسة ثم نقيموها ونجمعوا المعطيات، ثم نرجعوا بطبيعة الحال في الواقع باش نعدلوا ماك السياسة ذيك. إذن علاش على المستوى الوطني حسب رأيي مانيش قاعدين نتقدموا، قاعدين تقريبا في نفس أولا ثم مشكلة على المستوى المقاربة. نحن نتعامل مع صناعة السياسات وكأنه عملية مع تضيقة في بعض الأحيان بدون حتى وعي باش قاعدين نعمل. بصفة عامة ما ثماش حلول مختلفة، ثم حل فقط. أنا لاحظتها، كانت عندي سنتين مريت بالإدارة في ديوان الوزير، ومعناتها بصفة عامة حتى شرح الأسباب اللي هو نورمالمون يكون هو الأصل يلحق بعد ما يتعمل قانون. والخير اللي في الإدارة يقول لك شرح الأسباب ترى عملوهم بعد، بصفة عامة تلقى صفحة. فما عندناش وقت في الإدارة لأنه باش نعملوا فعلا حلول مختلفة، وهذا يجيبنا المشكل الأولاني كونه ما عندناش جامعة. لأنه في الدول المتقدمة ثم دور الفكر هي اللي تقدم المقترحات اللي تكون حاضرة للسياسيين، وقبلها حتى دور الفكر اللي ثينك تانك ما يقوموش بالعمل القاعدي نتاع دراسة الأمور الاجتماعية والاقتصادية. ثم جامعات كبيرة تقوم بالعمل هذاك وهم يبنيوا عليه. نحن لا عندنا لا في الجامعة بحوث في مجال السياسات العامة، وهذا موثق حتى معناتها على مستوى ابحاث، كان ثم بحث صار عم ناول ضرر العالم العربي ويلقى كونه فعلا يعني هذه نقطه مشتركه في العالم العربي الكل. ونعرفوا علاش، لانه الجامعه ما كانتش عندها المعلومه، ما كانتش مسموح لها كونها تناقش وتقيم. فاذا ثم مشكل على مستوى قبل ما تصنع السياسه هي تحديد الخيارات. ما ثمش خيارات، ثم خيار واحد، ولذا من بعد كي تنفذ انت وتجي تقيم تقريبا يعني حتى التقييم اللي معاش عنده معنى، لان في نهايه الامر اذا كان حتى كي مش ترجع انت في السيكل المره الثانيه مش تعمل حل فقط، يعني هو تصبح التقييم هو يعني شنو هي تحديد الاضرار. يعني انه الاصل في الشيء تكون عندك انت حلول مختلفه على مستوى وتكون موثقه شنو هي هدفك من السياسه هذيك وكيفاش باش تنفذها. القطاع العام ينفذها وحده او عن طريق الاوت سورسينج والشراكات مع القطاع الخاص الى غير ذلك. ثم تنجم انت لما تقيم وقتها تقول لا الحل الثاني كان احسن، وهذا شيء عادي لانه معناتها شيء طبيعي كونه مش تكون تنجح نسبيا في تنفيذ السياسه هذه. لانه بصفه عامه حتى على مستوى التقييم القبلي للسياسات بصفه عامه ثم نتائج اوليه ثم نتائج غير مباشره على قطاعات اخرى الى غير ذلك. فهذا هو نحن اول شيء المقاربه هذه غير موجوده يعني وما عندناش معناتها تقاليد في المجال هذا. وحتى هو على المستوى لانه التقاليد الفرنكوفونيه ما عندهاش الجانب هذا مش متطور برشا، حتى على مستوى الجارجون مش نفسه بالانجليزيه بوليسي وبوليتكس نفس مش نفس الكلمه، بالعربيه وبالفرنسيه نفس الكلمه لي بوليتيك بيبليك والبوليتيك في وهذاك علاش حتى في الجامعات الامريكانيه ثم ماسترز اوف بابليك ادمنستريشن اللي هي الاداره العامه اللي هي فيها الاداره الموارد البشريه واداره ثم ماستر اوف بابليك بوليسي. انه البابليك بوليسي هي تقريبا علم في حد ذاته لانه لازم تحل مشاكل بصفه عامه فيها جانب تنموي وجانب اقتصادي وجانب اجتماعي. إذا الاختصاصات الطبيعية العادية اللي عندنا في الجامعة لا تقابل المشاكل، لأنه في الواقع ثم مشاكل ثم مش اختصاصات بصفة عامة تكون تمس عديد الجوانب. فالماستر في بابليك بوليسي بصفة عامة فيه جانب تنموي يدرس التنمية ويجيه من اختصاصات الكل، من الهندسة، من العلوم الاجتماعية، من الأدبيات كل، ويدرسوا تقريبا بصفة عامة مختلف الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وكذا والتخطيط الاستراتيجي إلى غير ذلك. فنحن هذا غير متطور عندنا، وهذاك علاش ما عندناش جامعات حتى قاعدة طعم في الإدارة وفي الأحزاب بالكفاءات هذه. فهذا معناتها فعلا العمل على مستوى التكوين والأبحاث استراتيجي وهام جدا، لأنه كان هذاك ما تقدمش أنا يظهر لي ما نجمش تقدمه لأن المجتمع المدني والأحزاب غير قادرة وحدة إذا كان ما عندهاش انتدابات نتاع ناس تفهم العملية هذه وتنجم تبني عليها. إذا باش ما نطولش، ثم المشكلة الأخرى هي مشكلة المعلومات. عندنا منظومات معلوماتية داخل الدولة ولكن ما عندناش معلومات قليلة جدا ناقصة
ما ثماش استراتيجيه واضحه لجمع المعلومات، ثم ادارات جهويه تتعامل مع المواطن ومع بعض في بعض القطاعات عندها يعني زخم كبير وفلو كبير نتاع معلومات هامه جدا، تاخذ كل المعلومات اللي حاجتها بها، لانه ما تعرفش كون من بعد وزاره اخرى او معهد اخر كي يجي يمشي يعمل ريكوبمون نتاع الانفورماسيون، انا باش نعرف هل ثم كوريلاسيون ما بين كاليتي نتاع الماء وجوده الماء وبعض الامراض، ماذا بيا الاداره الجهويه للصحه غاديكا ولا السبيطار ياخذ برشا معلومات، واداره الفلاحه تاخذ برشا معلومات باش من بعد نعمل اناليز، كان تاخذ المعلومات اللي انت حاجتها بها كالاداره بتاعك تنجم تعمل ريكوبمون هذيك، فاذا ما عندناش معلومات تقريبا. ولذا هذاك علاش ما نجموش نقيموا بدون معلومات، لان يعني كيفاش باش تقيم انت قبليا ولا بعديا وانت ما عندك حتى معلومات معطيات. وبطبيعه الحال ما عندناش التقييم كتقييم فني، يعني مش معقول كون اغلبيه المؤسسات العموميه ليس لها تقييم ذاتي رابور انويل على السيت ويب، يعني ساعات تاخذ استثمارات كبيره والا تقوم بخوصه كما توا ما مستاقل، يعني انا كمواطن نتوقع انه في اخر السنه مش تعطيني كان بيجي، تعطيني انت بعد كارتاج باور الشركه الامريكانيه وكذا يعطيني تبرير للشيء هذا. بون هذاك صارت لربما في فتره سابقه لاسباب اخرى، ولكن يعني اعطيتها كمثال. شنو هي الاستراتيجيه نتاعك؟ ثم نقص تاع 5000 مليار في الاستثمارات في مجال الطاقه في 10 سنوات، شنو هي برنامجك؟ شنو هي تقييمك للبرامج الحينيه وتخطيطك للمستقبل؟ ما ثم حتى تقييم ذاتي، لانه ما عندناش الثقافه هذه وما ناش مطالبين بها، سلطه الاشراف ما تسالش عليها. واذا كان ما ثمش تقييم ذاتي معناتها ما نجموش ننجحوا، لانه التقييم الانديبوندون مهم جدا، لكن ما ينجمش في الدول المتقدمه يقوم بدور فقط، ما ينجمش يقيم كل شيء، لانه في نهايه الامر المواطن ينتخب سلطة سياسية ويحاسبها عن طريق الانتخابات، لكن حتى وإن كانت السلطة السياسية جادة وفيك توت لي بونز انتونسيون، إذا كان ما عندهاش قدرة على التقييم الذاتي الداخلي داخل الإدارة ل 800,000 اللي يخدموا ما تنجمش توفي بوعودها. ونحن ما عندناش تقييم داخلي لأنه ما عندناش ثقافة للشيء هذا تماما. إذا معناتها عندنا عديد الإشكاليات الكبيرة وأغلبيتها يعود إلى التكوين، إلى التخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية والوعي السياسي، كونه كان ما تطورتش الأمور هذه. يعني أنا نشوف المدرسة القومية للإدارة بكل صراحة ما زالت تشتغل بنفس الوضعية تقريبا اللي تشتغل بها في وضع دكتاتورية. اليوم عندك دور هام جدا باش تطور صناعة السياسات وعندك أبواب مفتوحة وعندك كذا، مش معقول تقعد تشتغل تقريبا بنفس الطريقة بنفس الموارد البشرية. على كل حال ثم على مستوى التكوين والأبحاث وعلى مستوى المقاربة العامة، لأن المقاربة هي تكوين، لازم تاخذ المديرين العامين ومن بعدهم حتى الإداريين كل تحطهم في برامج رسكلة، لأنه ما كانش مش نتقدموا مهما كان المواطن مش يكون مشارك والمجتمع المدني، لأنه الماكينة بروحها لازمها تولي تشتغل. على كل حال باش نوجز، أنا جست حبيت نقول كونه تقريبا على مستوى المقاربة، على مستوى غياب الكفاءات لأنه الجامعة ماهيش قاعدة تخرج فيهم، على مستوى التخطيط الاستراتيجي وتحديد مختلف الخيارات وتقييمها قبليا، على مستوى المعلومات والمعطيات اللي لازمة للتقييم، وعلى مستوى التقييم الذاتي الداخلي وكذلك التقييم المستقل. لأنه ثم حتى معناتها زاد مازلنا ماناش واعيين بأهمية التقييم. أعطيك مثال، أنا من التعليم العالي يعني في كل الدول تقريبا اللي ناجحه في الاسيورونس كاليتي الانستانس نتاع مراقبه الجوده هي مستقله على الوزاره، لانه مش معقول تحط انت انستانس نتاع مراقبه جوده تحت الوزير وهي مش تراقب سياسته كيفاش يدير في 80 ولا 90% من الجامعات اللي هما تحت اشراف وزاره التربيه. يعني ثم بعض البديهيات اللي نحن بكل صراحه لاسباب مختلفه ماناش قاعدين ناخذوا فيها، رغم انها معروفه في العالم الكل كونها ثم دي بيست براكتس معروفين. فاذا ثم زاد اراده سياسيه لازم توفر. تمشوا هذه كل الصوره قاتمه شويه، لكن هذاك هو الواقع، لازم نكون واعيين به باش نجم نصلحوه. لانه اهميه التقييم، علاش التقييم مهم؟ لانه يعني اول شيء السيلف اويرنس يعطيك وعي بالوضع نتاعك. ثاني شيء، ثالث شيء، لانه يقول لك وات يو كانوت مانج يو كانوت وات يو كانوت ميجر يو كانوت مانج، يعني ما تنجمش تقيسه وتقيم ما تنجمش تتصرف فيه. يعني كيفاش تتصرف في حاجه وانت ما تعرفهاش طلعت هبطت شنو هي مستواها؟ ثالث شيء، لانه في اطار انتقالي ثم انرسي، مش نختم في دقيقتين، ثم انرسي، المؤسسات لا تتغير من داخلها. اذا لازم ضغط على المؤسسات هذه، من اين سيتاتى هذا الضغط؟ الضغط هذا مش يتاتى وقت اللي يخرجون لي رابور ونشوفوا الوضع الكارثي نتاعها. اذا التقييم مهم جدا، لانه مش يخلقك الزخم من المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني باش تطالب الاصلاح، لانه معناتها لو كشفت لربما كل المعطيات
داخل الإدارة صدقني ستقوم ثورة يعني. وين التقييم؟ على مستوى وين التقييم؟ على مستوى صراحة يعني ثم جاسبياج كبير وثم سوء تصرف كبير، لأنه بطبيعة الحال لأنه ما ثماش الأنظمة هذه اللي هي من الدولة واحد. فإذا باش نختم باش نقول أنا ثم بصيص من الأمل، ولربما أكثر من بصيص، ثم فرصة تاريخية، لأنه على المستوى المحلي الفرص لإدماج التقييم وتحسين الحوكمة يعني فعلا عندنا فرصة كبيرة برشا. لماذا؟ لأنه المشاكل هذه اللي حكيت عليها الكل على المستوى المحلي أسهل بكثير. أول شيء المعلومات متوفرة، حتى ما هيش موثقة من الكوليكتيفيتي لوكال، لأنه المشكل ضيق ومحلي، المواطن تقريبا تقام فاهم الوضعية وفاهم الخيارات، فعلى الأقل ينجم يمارس فعلا دوره الرقابي ودوره في تحديد الخيارات المختلفة. كي تجي مش تعمل معناتها سوق اسبوعيه تكبر فيها، وواحد لا المواطن بديهيا يقول لك لا راه عندنا اولويه في المشكله الاخرى، ولا عندنا حل اخر كانوا نعملوا حل فاسهل يعني الاناليز دي زالتيرناتيف يعني قبل. كذلك الانفورماسيون متوفره ولو مش متوفره بصفه معلوماتيه، ولكن اسهل على المستوى المحلي باش تتوفر. كذلك على مستوى التقييم الذاتي والمستقل اسهل، لانه اول شيء على المستوى المحلي نحن شفناها في مشروع بلديتي في المعهد العربي للحوكمه، مشينا لسليانه للقنطره، مشينا معناتها الدندان منوبه وكذا، يعني ثم استعداد كبير وكبير جدا صراحه يعني يشرح الصدر من المواطنين المساهمه في الحوكمه المحليه، انه حتى الانسان مش لربما مش انتريسي بالبوليتيك يعني اونيفو ناسيونال، على المستوى المحلي فاهم كونه التلوث والهواء والاسباس فير والمدرسه و أولوياته الكل تنجم تحلها له الكوليكتيفيتي لوكال، ولذا سما انجاجمون كبير برشا. فإذا على المستوى هذاك التقييم سهل لنا التقييم، لأنه مستعد المواطن باش يشارك، وكذلك منظمة المجتمع المدني. وحتى على مستوى التقييم الذاتي، لأنه إن شاء الله نحن في إطار العمل نتاعنا مقترحين وبدينا نعملوا في مناصرة، هي البليدويي، تعلمت كلمة جديدة المناصرة، فمش نحكيو بعدين والله حبيت نحكي نقول كونه صحيح كونه الآن ما عندناش لربما باش نختم يعني كاباسيتي قدرات ذاتيه داخل الجماعات المحليه للتقييم، لكن لو فيت كونها هي لازمها بناء قدرات كبيره برشا، تحويل اللي مش تاخذ صلاحيات جديده ذاتيه اكبر ومنقوله من المركز الى غير ذلك، مش تحول لها موارد بشريه وماديه وفرصه، مش تكون لازم يكون عندها، ولا مش تكون فعلا فشل كبير، لازم يكون عندها برنامج استراتيجي لبناء قدراتها. ونحن اقترحنا وزاره مستقله ذات طابع تنموي سميناها وزاره الحوكمه والتنميه المحليه. اذا لربما نجم نبنيو قدرات التقييم الذاتي كذلك في البلديات والجهات. فنتصور انه عمليه التقييم وصناعه السياسات اللي قائمه على المعطيات وعلى الدراسات العلمية عندي بازي سور ليفيدونس تنجم تنطلق من المحليات، ولربما تكون مثال ايجابي ونصعد به المستوى ناسيونال اللي هو اصعب بكثير لاسباب متعدده كنت شرحتها. معذرة على الاثاره، شكرا على الاستضافه، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا سي خليل وسي انيس، نشكركم على تلبيه الدعوه وعلى الطرح القيم جدا، مشكورين جدا. وبهذا نصل الى ختام جلساتنا اليوم. أحيل كلمة الختام إلى الدكتورة تسليم. أنا تخمل الآن متاع كلمات، مي أو ميم تو أن أون بيان بوزوان. أنا جو سوي يعني تلمون نحسوا روحنا محتاجين الفضاءات اللي فيها فوزونمون ديدي، فيها دي بيرسبكتيف ديفيرونت نتاع المجتمع المدني، من مختصين، من يعني ممثلين للأطراف رسمية حكومية وبرلمانية، اللي نحس روحنا ما نشبعوش منها والى حد الى نوصلوا لدرجه التخمه. فصحيح جو نو تيان با ان يزيد كلمه اخرى، عندي كلمه مكتوبه مي مش باش نقولها، دونك فقط باش نشكركم على صبركم، قعدتوا معنا لحد هذه الساعه، يعطيكم الصحه. انا سي توجور ان بليزير رغم اللي نتعبوا برشا في تحضير البرنامج وتفاصيل هذوك الكل، ولكن بالنسبه لي نحنا الكونتاكت هذايا تري يشجعنا أن نكملوا في خدمتنا، والهدف في نهاية الأمر هو أنه تتلاقى الأفكار هذه الكل وربما تؤدي لأنه نلقاو حلول مبتكرة وخلاقة. ديجا فما كونتاكت مدام هيلة ديجا حابة
مدام هيلا الانتريسي دو فو بارلي ديجا تحدثت على مقترح في لجنة الحوكمة باش تقترح انه تصير اون اوديسيون المقترح المتابعة والتقييم كيفاش ممكن تدخل الهيئة هذه التقييم في خدمتها. ديجا دونك مناصرتك نجحت دونك فوالا ما بقى لي نقول لكم يعطيكم الصحة الكل ونذكركم اللي غدوة راهو ندوتنا متواصلة على يومين غدوة اقصر برشا une demi-journée. On a trois ateliers. L'atelier l'oulani bchikoun à la décentralisation. لكن على آليات تقييم الحكم المحلية عن طريق مقترح معين باش تقدموا انتصار اللي تشتغل على الديسنتراليزاسيون. الاتولي الثاني باش يكون على الانتقال الديمقراطي سامحوني مش الانتقال الديمقراطي العدالة الانتقالية دونك العدالة الانتقالية دونك ان ايتا دي ليو دو العدالة الانتقالية افيك ان بانيل يعني les ateliers sont différents mais l'atelier الثاني هذا باش يكون فيه un panel d'intervenants. الثالث باش يكون على الاقتصاد التضامني والاجتماعي. فان شاء الله نشوفكم غدوه اللي مازال عنده انرجي ويعطيكم الصحه وكهو.